ولمناقشة التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي السوري محمد بيطار. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني أنباء عن مقتل 14 مدنيا بقصف لنظام الأسد، وذلك من خلال براميل متفجرة طالت ريف إدلب الغربي. بداية، كيف تفسر ازدياد قصف النظام لمناطق خفض التصعيد؟ يعني بالحقيقة، الله يعطيك العافية أول شيء، بالحقيقة أنا بتوقع أنه هي محاولات يائسة للنظام السوري أنه يكون موجود بقوة ويفرض شروطه في المباحثات السياسية. يعني هو حاسسها أنه قريبة كتير كتير، هو يشعر أنه اقتربت هاي المباحثات تبع جنيف ولازم يكون موجود فيها، ولذلك عنده محاولات أنه يضغط بكل قوته في هاي المباحثات. نعم، يعني يريد أن يفرض أجندته وذلك من خلال قصف المدنيين سيد محمد؟ نعم نعم، لكن هاي المحاولات يعني يمكن فينا نقول عنها قاصرة بعد التصدي القوي اللي شفناه من فصائل المعارضة له واللي فاجأت كل المجتمع الدولي حتى. طيب سيد محمد، يعني أنقرة ألمحت إلى الوصول لاتفاق بشأن 6 من أعضاء اللجنة الدستورية السورية، ولكن إلى أي مدى ترى أن الحل السياسي بات وشيكا في سوريا؟ يعني الوصول لحل الأسماء الستة يعني كتير جيد، يعني ينهي جدل طال لمدة سنة وأخيرا انتهى بعد، يعني بتوقع بعد ضغوط الولايات المتحدة اللي صرحت بشكل رسمي أنه هي رح تقفل باب المفاوضات بشأنها. فكل الدول بادرت إلى أنه تتراخى وتتنازل عن اللي كانت طالبته، فهو يعني بتوقع بداية جيدة يعني إن شاء الله في طريق الحل والذهاب إلى جنيف مرة أخرى. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو حمل روسيا مسؤولية تأزم الوضع في إدلب السورية، تحديدا ما الذي تريده روسيا؟ هلا روسيا يعني بصراحة يعني تورطت في ملف إدلب، تحديدا في ملف إدلب تورطت وراهنت على النظام واعتقدت انه راح يكون لها يد كثير كبيره في هي المناطق باعتبار هي يعني جغرافيا تطل على قاعه تحميمين، لكن النظام يعني افشل روسيا وما كان قد الثقه تبع روسيا بهي الحمله. سيد محمد، المبعوث الاممي لسوريا اكد ضروره حلحله القضايا وذلك من اجل انهاء حاله التوتر في ادلب، تعتقد ان تهدئه الامور في ادلب سيكون بدايه لحل سياسي في سوريا؟ طبعا هي بدايه لحل سياسي اكيد في لكن يعني لسه الطريق طويل كثير، في كثير ملفات عالقه، يعني هذا الحل السياسي هو مو قريب ابدا يعني، لكن اوكي يعني هو جيد جدا انه هو بدايه الحل السياسي ان شاء الله. طيب، هناك من يرى ان روسيا ربما اقتنعت بفشل النظام في تحقيق اهدافه في ادلب، الى اي مدى ترى ان الانتصارات التي حققتها المعارضه في ادلب هي التي هيئت لحلحله الوضع السياسي؟ والله الى مدى كبير جدا، يعني لولا انتصارات المعارضه في دفاع عن ادلب المستميت طبعا بالغطاء التركي لما تنازل الروس في كثير من الملفات في 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 قضيه ادلب. هي من جهه، من جهه ثانيه روسيا الان يعني تورطت مع النظام مو بس في ادلب، بكل الملفات بسوريا حاسه انه النظام هو غير قادر على حمايتها، وكلياتنا عم نسمع الاخبار كل يوم بيجي اخبار اعتقال من ضباط روس لضباط سوريين خاصة الفرقة الرابعة تبع ماهر الأسد، يعني كلياتنا مطلعين على الأخبار يبدو أنه النظام السوري ما بيلزمهم. من اسطنبول الكاتب الصحفي السوري محمد بيطار، شكرا جزيلا لكم.